لأول مرة في منطقة برج الخضرة الحدودية دخل الهاتف الجوال وشبكة الإنترنت وتقنية تحديد المواقع حيز الاستغلال ضمن مشروع أنجز باعتمادات نهزت 5 مليون دينار. في مدرسة برج الخضرة فكت عزلة هذه المنطقة الحدودية اتصاليا والتحقت ببقية مناطق البلاد لما انطلق استغلال محطة الجيلين الثاني والثالث للهاتف الجوال وشبكة الانترنت ذات السعة العالية. فاستفادت هذه المدرسة التي يؤمها 8 تلاميذ وثلاثة معلمين من هذه التقنيات الاتصالية الجديدة. شبكة الانترنت والاتصالات هي عندها انعكاس فهمتني على التلميذ وعلى المربي في نفس الوقت، بالنسبة للمربي على مستوى ترقيته المهنية، وبالنسبة للتلاميذ يعني ربطهم بشبكة المعلومات وتبادل المعلومات بينه وبين مدارس أخرى أو الإبحار في فضاء الشبكة العنكبوتية للبحث، ومثلا انعكس على قدراتهم التعليمية. العائلات القاطنة بهذه القرية والناشطون بصحراء ولاية تطاوين من شركات بترولية وأفراد انتظروا برأيهم كثيرا هذه الخدمات في سياق تصور جديد منشود للتنمية بالمناطق الحدودية للبلاد التونسية ودعم العمل الميداني الأمني والعسكري وإشراك كل التونسيين في تأمينه. وحنا رانا معزولين معناها كنا في عزلة، والحمد لله اليوم بفضل اتصالات تونس وصلنا كل الخير والحمد لله. كنا في عزلة وتو الحمد لله جتنا ريزو وفرحانين بها برشا. الفايدة متاعها أي حاجة تصير عندها أنا نسمعوا بها وهذاك والحمد لله الحق. يوم تاريخي اللي برج الخضرة ولات مربوطة بالشبكة الوطنية للاتصالات والانترنت. اليوم كما تعرفوا زاد فما بنية تحتية رقمية تكنولوجية اللي ان شاء الله باش توفر فرص الاستثمار والتشغيل للشباب. تنمية المناطق الحدودية هدف استراتيجي وسياسة متعددة المحطات تتطلب مؤشرات أساسية في مقدمتها أرضية للاتصالات والطرقات. خميس بوبتان التلفزة الوطنية التونسية من النقطة الثلاثية للحدود التونسية الليبية الجزائرية برج الخضرة.